انضم لنا من جد المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي. أهلا وسهلا فيك معنا في MBC في أسبوع دكتور إبراهيم. السؤال سؤال المليون، هل إخفاء أحد الزوجين موضوع عمليات التجميل قبل الزواج يعتبر يعني غش؟ وإيش هو الموقف القانوني من هذه القضية؟ شوف الآن في غش كبير وفي غش ممكن الواحد يتجاوزه. الغش الكبير بعض العمليات زي ما تعرفي أحيانا بعض الناس يغيروا في لونهم في شكلهم بصورة عامة، يعني الشكل يختلف تماما. الجينات حقة الإنسان يعني بتكون مثلا الإنسان مثلا جايب على شكل مثلا شرق أوسطي أو مثلا أفريقي أو مثلا أوروبي، أو فيختلف الإنسان بالعمليات هذه يخلف شكله تماما. المقصود النكاح دائما الإنسان بيتزوج واحدة يبغى ينظر إليها إلى ما يدعو إلى نكاحها. إيش هو اللي يدعو لنكاحها؟ شكلها، أخلاقها، دينها. طبعا الشكل مهم، الإنسان أول شيء ينظر إلى واحدة ينظر لها بعينه، فإذا اقتنع بشكلها أقدم على باقي الخطوات التالية. وبالتالي في حال الغشش في هذه المسألة طبعا يوجب فسخ النكاح على طول. يعني انت زي البضاعه، يعني احنا ما نبغى نشبه ان المراه بالبضاعه، لكن بصوره عامه يعني الغش بصوره عامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غشنا فليس منا. يعني مراه تكون مثلا سمره وراحت بيضت نفسها، او بيضه وراحت سوت برونزاج وسمرت نفسها عشان تعرف انه هذا الخاطب يحب مثلا برونزاج، ولا يحب انها تكون بيضه، ولا يحب انها طويله ولا قصيره، وتخلف هذا الموضوع وما تكون أخبرته بهذا الشيء، فهذا من باب الغشش. لكن إحنا نقول إذا كان تم الزواج وقالت له حتى بعد الزواج وسكت لفترة وبعد العلم بهذا الأمر، فخلاص يعتبر الزواج الآن رضي بالأمر الواقع وما يعتبر فيه غش في هذه المرحلة. إذا رضي خلاص بالأمر الواقع. لكن إذا كان فوجئ أنه مثلا جو عياله مثلا بيض وهي عاملة برونزاج، أو مثلا جو سمر مثلا جو عكس لونها، أو الشكل نفسه اختلف تماما. وكان في قضية عموما قبل فترة أثيرت إعلاميا في مرأة صينية غيرت شكلها تماما وجعلت نفسها كأنها أوروبية وغشت زوجها يوم جو العيال وكبوا العشاء. نعم بالفعل، يوم جاء العيال والرجل تفاجأ انه العيال على شكل صيني. فبالتالي يعني بدأ يقاضي هذه المرأة. وطبعا احنا عندنا في الإسلام للرجل اذا كان وجد ان هنالك غش، وحتى المرأة اذا وجدت ان هنالك غش له الفسخ. والفسخ هذا ايش يوجب؟ ايش يعني الفسخ؟ انه عندنا شوف ثلاثة اشياء، وهذه اشياء لازم يعرفها المشاهدين كويس. عندنا في الإسلام في الشريعة وفي القانون في المملكة العربية السعودية عندنا ما شيء يملك الرجل وشيء تملك المرأة وشيء للحاكم. فالطلاق بيد الرجل، والفسخ بيد الحاكم، والخلع بيد المرأة. فكل فهي ثلاثة أشياء في عقد النكاح. عقد النكاح وهي رابط المفترض أنه يعتبر من الروابط المقدسة، الروابط يعني أعلى رابط أو أعلى عقد في سنة في البشرية هو رابط العقد النكاح. وبالتالي لأنه المجتمعات تنشأ على هذا الرابط وتتكون على هذا الرابط، وبالتالي يجب أن يصان هذا الرابط بحقوق. فهنا لم يدع للرجل الإسلام، لم يدع القانون والإسلام عندنا لم يدع لا للرجل ولا للمرأة الحرية التامة في إنهم مثلا يكون عندنا مثلا علاقة دائمة أبدية زي مثلا المسيحيين. للمرأة إذا ما عجبها الرجل أو إذا كان في عيب لها أن تفسخ. إيش يعني تفسخ؟ تفسخ يعني تنقض أصل النكاح، يعني أصل العقد وما يترتب عليه تنقضه تماما. وللرجل نفس الحق أيضا، له أن يفسخ إذا وجد عيبا. إذا كان أن هنالك سوء عشرة من الطرفين، للرجل أنه مثلا يطلق وهدف بيد الرجل. والمرأة برضو عندنا الإسلام وضع لها أيضا لها أن مثلا ما عجبها الرجل مثلا سيء الخلق، أو حتى مو سيء الخلق، يكون رجل ممتاز وكل حاجة بس شكله ما تطيق شكله. زي ما المرأة اللي جات للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان في خطيب مفوه، فاشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه لا خلقا ولا دينا، ولكن أكرهه يعني شكله ما عجبني.
فقال لها أتردين علي حديقة؟ الحديقة اللي هي المهر. فقالت نعم. فبالتالي هذا بيد المرأة. المرأة إذا ما عجبها الرجل لها أن تتقدم للقضاء وتقول مثلا أعيد له المهر وخلاص أفسخه. طيب دكتور إبراهيم بعوض. طيب دكتور إبراهيم الآن فيما يخص المهر يعاد المهر؟ أجب بنعم أو لا؟ نعم. طيب وهل ليش حددتني كذا؟ خليني أتكلم. أي لا 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 بس عشان أقدر أرد عليها وبسألك فيها. هل ممكن إحنا في المستقبل ممكن نشوف تشريعات، يعني بحكم تخصصك القانوني ممكن نشوف تشريعات ضوابط تأطر هذا الموضوع اللي بدأ يأخذ امتدادات أخرى عشان نحسمها ونحكمها في المستقبل؟ اختصر لي الإجابة لو سمحت. صحيح صحيح. الآن عندنا قانون الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية لأنه هو ما زال مشروع تحت الدراسة يحسم مثل هذه المواضيع، مسائل الغش في النكاح. طبعا لهم أن طبعا للمرأة أن تفسخ النكاح لعيب في الرجل والرجل ما يأخذ المهر تماما، وللرجل أن يفسخ النكاح وليس له المهر. ترى مو بس المهر، حتى في أشياء لو في أشياء تانية تكلفها الرجل بناء عليه له أن يقاضي من غشه. ومن غشه مين؟ قد يكون الولي وقد يكون الزوجة، فيرجع يا إما على الزوجة أو على الولي. واضح واضح. ضيفنا من جدة المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي، الله يجيب لنا غش، لا من ناحية الحريم يغشون الرجال ولا الرجال يغشون الحريم. المشكلة هي أنه العمليات كل ما لها قاعدة تزيد، فيعني ما هل هذا الشيء رح يخلي الطلاق يزيد؟ الله أعلم، الله يستر. الموضوع مع تغريد ما أخذ منحة ثاني. هي من الأساس تقول شمعنا الرجال ما يغشون؟ أكيد يغشوا. يعني شوفوا في النهاية يا جماعة الواحد لازم يكون صريح، والله صريح في كل شيء، يوري صورة قبل ما بعد وبعد إذا مر الموضوع، يعني كان في اختلاف جذري وكبير. وفي النهاية الأخلاق أهم شيء في الحياة، أهم حاجة الأخلاق، لا تنخدعوا بالأشكال. فاصل أخير، خلونا نخلص من هالسالفة. تعالي الحين.